ما يزال المشهد السياسي مشتعلا بعد الأزمة التي نتجت عن موضوع الاستفتاء، حيث تواصل حكومة إقليم كردستان وممثلو الكرد في البرلمان رفض قرارات السلطات الثلاث بشأن الاستفتاء والطعن بها، فيما تواصل بغداد ممارسة الدبلوماسية إلى الآن. ازداد المشهد السياسي تعقيدا بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يلزم حكومة إقليم كردستان إيقاف إجراء الاستفتاء. نواب طالبوا الإقليم بضرورة الالتزام بالقرار، مؤكدين أن حكومة بغداد ما زالت تسلك الطرق الدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة. أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء، وبالتالي اليوم وتعتبر هذه القرارات باتة وملزمة على جميع مؤسسات الدولة ومنها الإقليم أن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية باعتبارها سلطة قضائية عليا. عدم تنفيذ قرار المحكمة، يعني هذا هنا خيار للحكومة الاتحادية بأن تعتبر رئيس الإقليم متمردا وتتخذ بحقه كافة الإجراءات، سواء كان إجراءات دبلوماسية بالذهاب إلى مجلس الأمن لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك بالخيار العسكري. نواب التحالف الكردستاني كالعادة رفضوا الالتزام بقرار المحكمة، مؤكدين أنه غير دستوري ولا يستند لأي إطار قانوني. كل من يقف ضد هذه الممارسة حقيقة بالأساس لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بحرية الرأي، لا يؤمن بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي تعطي للشعوب حق تقرير مصيرها، وبالتالي هذا الشعب يريد أن يستفتي شعب كردستان فيما إذا كان يريد البقاء مع الحكومة الاتحادية من عدمه. والقرار عندما يصدر المحكمة الاتحادية لا أدري الجوانب القانونية التي استندت إليها المحكمة في اتخاذ هذا القرار. على أي حال القرار لا يسري على حكومة أقليم كردستان أو على أقليم كردستان الصادر من المحكمة الاتحادية. ويرى نواب أن على حكومة إقليم كردستان أن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية لأنها جزء من الحكومة، وعدم الالتزام سيجعل جميع الخيارات مفتوحة أمام حكومة بغداد لإيقاف الاستفتاء ومنها التدخل العسكري. على الرغم من صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بإيقاف إجراء الاستفتاء، إلا أن الكتل الكردستانية وحكومة الإقليم لا تزال مصرة على إجرائه في موعده المحدد. من داخل مجلس النواب فراس الدليمي، بغداد.